حقق النادي الأهلي فوز صعب على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الممتاز. سجل المزمبيقي لويس ميكسوني هدف الأهلي في الدقيقة 35، وبالنتيجة دي بيواصل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، والاتحاد السكندري اتجمد رصيده عند النقطة الـ 14 في المركز الـ 11. ونجح فريق الزمالك في حصد أهم 3 نقط في مشواره في الدوري بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-2 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري. سجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور في الدقائق 2:45 و54، وسجل هدفين بيراميدز علي جبر وفاجري لاكهاي في الدقائق 12 و37 من المباراة، وبكده الزمالك بيوصل للنقطة 28 واحتل المركز الثاني، وتجمد رصيد بيراميدز عنده النقطة 26 في المركز الثالث. وسافر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر للبرتغال عشان يقضي أجازته بالاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد الكورة، ويستنى كيروش نتيجة الشكوى المقدمة من اتحاد الكورة للاتحاد الدولي لكرة القدم عشان حسم مصير مباراة المنتخب قدام السنغال، واللي بيطالب فيها اتحاد الكورة بإعادة المباراة بسبب الأحداث السيئة اللي جت في اللقاء يوم 29 مارس بدكار. وحقق فريق ريال مدريد الأسباني فوز كبير على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وسجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هاتريك في المباراة اللي نجح فيها ريال مدريد في وضع قدم في الدور نصف النهائي من البطولة قبل لقاء العودة اللي هيتلعب يوم الثلاثاء اللي جاي 12 إبريل. كمان فاز فياريال الأسباني على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وفريق بيرنلي حقق الفوز على إيفرتون بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب تيرف مور والمؤجلة من الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع بيرنلي رصيده للنقطة 24 في المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وقف رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز 17. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نفى امبارح التقارير الصحفية اللي اتكلمت عن إمكانية زيادة مدة المباراة خلال نهائيات كأس العالم 2022. الفيفا أصدر بيان رسمي على حسابه بموقع تويتر وقال لن تكون هناك تغييرات على القواعد المتعلقة بطول مباريات كرة القدم لكأس العالم 2022 أو أي مسابقة تانية. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي ومنى عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم.